الحزب الوطني اللي انحل خلاص انحل خلص، لكن كان غلط حل. عايز تحكم في السجين، عايز تمشي الناس سرحت. الحزب الوطني ده مش بتاع مبارك ولا بتاع انور السادات. الحزب الوطني ده حزب من احزاب الدوله اللي كان قوي جدا، قاعد يحكم اكتر من 35 سنه. ما ينفعش يحل كده علشان نرضي بتوع الحلبسه والمراجيح في الشوارع، لان ما ظهرش كيان حزبي قوي. ومفيش دوله فيها 93 حزب يا استاذ. امريكا بتاعت الديمقراطيات اللي طلعت علينا العيال الشعر كبير دول يرعروا في الشوارع عندها حزبين، يا ديمقراطيا يا جمهور. فانت لازم كان عندك حزب تجيب له ناس. وخلي بالك حلول الوطني اللي بيقولوا عليهم حلول الوطني اللي هم العائلات دول هيخشوا البرلمان، هيخشوا ان هم في حسني مبارك وهو ماسك حزب هيبقوا مع حسني مبارك، هم مع القوي. في السيسي ماسك حزب اسمه حزب كذا هيروحوا للسيسي. هم ما عرفوش يخشوا يخترقوا الحريه والعداله، لان طبعا ده مفهوم، ده تشكيل عصابي يعني.